انا حبيب نطلب من الله على قدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه وعافيه جيده ان شاء الله. الجميع يعلم بالغلاء ديال المعيشه اللي تعيشوا ايطاليا حاليا، وكذلك الزياده في الاسعار في جميع الاشياء، في المواد الغذائيه، في الكهرباء، في الغاز. بخصوص الغاز كما تشوفوا معي في هذه الصوره هذه، خبر مفرح للعديد ان شاء الله. هذه الشراده غادي تقدروا توصلوا العديد، غادي يقدروا يتوصلوا ماشي كلشي ولكن العديد ديال عباد الله بطبيعه الحال على حسب ايزي ديالهم، على حسب الظروف المعيشيه ديالهم. غادي توصلوا ان شاء الله بواحد البوليطه كما تشوفوها معايا في الصوره، توتالي دا باغاري زيرو ايرو، يعني ما يخلصوا حتى شي حاجه ان شاء الله، من غير انه غتكون مساعدات يعني للعديد ديال عباد الله، خصوصا في البوسطه باغا ديال هذا الشهر هذا اللي جاي ديال شهر 12 ان شاء الله. المهم كلكم سمعتوا بهذه المانوفر اللي جات بها الحكومه، خصوصا فيما يتعلق بالطاليو ديال الكونيو فيسكالي، هادشي ديال الضرائب والتخفيضات اللي غادي توصل حتى 3%، واللي الغرض منها هو الزياده في الاجور ديال العمال. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم في الريدي تو انو ديالهم، يعني المدخول السنوي ديالهم 12000 اورو مع الطاليو هذا ديال 3%، الاومينتو في المنسيلي يعني الزياده اللي غتكون عندهم في الشهر هي 30 اورو. في العام غادي توصل لعندهم 360 اورو. وبالنسبه للناس اللي عندهم 15000 اورو في الريدي تو انيو، الزياده كذلك غتكون عندهم ديال 37 اورو فاصلة 5 في الشهر. في العام تقريبا غتوصل عندهم 450 اورو كما هو واضح لنا. بالنسبه للناس اللي عندهم 20000 اورو في الريدي تو، غتكون عندهم زياده ديال 50 اورو في الشهر، واللي غادي توصل في العام 600 اورو. بالنسبه للناس اللي عندهم 25000 اورو في الشهر ديال الريدي تو انيو، في الشهر غتكون عندهم 62 اورو فاصله 50، في العام غتكون عندهم 750 اورو. بالنسبه للناس اللي عندهم 35000 اورو تقريبا مع الطاري ديال الكونيو ديال 3%، كما هو واضح في هذا الجدول هذا، الزياده اللي غتكون عندهم في الشهر ان شاء الله هي 87 اورو فاصله 5، في العام تقريبا عندهم 1050، يعني على حسب المدخول السنوي ديالو. هذا ما كان في الفيديو هذا بعجالة باش نفرحوا به جميع الاخوان ديالنا، ما تحرموناش من الدعم ديالكم من القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.